قناة ذوق وبنات ترحب بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شان لو بون غو، سوي لي بيانفوني. غود تيست شانيل، ويلكم. السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في ذوق وبنة. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية، تنوروني وتشرفوني دائما. شكرا جزيلا على وفائكم للقناة، وشكرا على التعليقات الجميلة. ربي يحفظكم ويبارك في أعماركم إن شاء الله. اليوم بعد بسم الله والصلاة على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، البنات راح نشوفوا وصفة البرجر. كنت درتو ديجا في القناة بخبز حضرته بنفسي، وهذا المرة راح نحضره بهذا لو بان ترونشي، خبز البرجر الواجد. مقادير الوصفة البنات هي خبز البرجر، عنا شرائح نتاع الطوماطيش أو الطماطم، عندنا ثلاث حبات نتاع الفرماج فرماج اون بورسيون، عندنا البهارات الفلفل الكحل، راس الحانوت، الملح، وعندنا ايضا الزعتر الملحي. عندنا فرماج كاري البنات، عندنا ايضا الخس، سلطه الخضراء، هذه الخس لا ليتو، وعندنا ايضا البصل. البصل اختياري، كاين اللي ما يحبوش في البرجر. البرجر تاعنا البنات بليزيس كالوب دو داند او شرائح الديك الرومي اللي راح نرحيهم، راح نديرو خبيزات نتاع الديك الرومي. مقادير البنات تفضلوا معايا، راح نحضروا لي برجر تاعنا. اول حاجه راح نرحو ليزيس كالوب دو داند، نحطوا شرائح الديك الرومي في الاشواغ البنات، ونرحوهم مع نصف بصله. هما ليزيس كالوب اشي تاعنا البنات، راح نضيفوا لهم لي زيبيس. فوالا رحيتهم زعتر مرحي، هادو هما لي زيبيس تاعنا البنات. البنات نحط المقلة على النار، ونحط فيها مغرف كبيرة نتاع المارغارين، وزوج مغارف نتاع الزيت. نوجدو الخبيزات نتاعنا ونديروهم يقلاو. نحطها في الراحة نتاع اليد ونخبزها مليح. معذرة راني نصور اون ميم طون نحضر في الوصفة. هادو هما لي زيسكالوب نتاعنا اشي، نخلوهم يتحمروا من جهه ونقلبوهم على الجهه الثانيه. نبداو يطيبوا البنات، ها تحمروا ما شاء الله، نخلوهمش حتى يبسونا، نشوفوهم الى تحمروا. نقلبوهم على الجهه البنات ثاني، نحطو فيهم، نحطهم من هنايا في الخبز السكر تاعنا البنات، ها طابوا ما شاء الله. ولهنا راني وجدت الخبز، نقسمو على زوج كما راكم تشوفوا لهنا البنات. راح نعمل في لاباز، نحط نص حبه تاع فرماج لهنايا على الخبز، ونايطاليها مليح. ايطاليها كما راكم تشوفوا البنات، راني ايطاليت هذاك الفرماج. راح نحط قطعه تاع الطماطم، فوالا. راح نزيد خبيزه تاع الاسكالوب، حطينا الفرماج فوالا الايطالي، نحطو على هذيك الخبيزه تاع ليسكالوب دو دانت. زيدوا البنات ورقه تاع لا سالاد تاع الخس تاع لا ليتو. هذا هو لو برغر تاعنا البنات، هذا هو البرغر ثاني. ايطاليت في الزوجه الفرماج، فوالا الورقه تاع شلاضه فوق هذاك الفرماج البنات. راح نزيد الطوماطيش، ونزيدوا الخبيزه تاع ليسكالوب اشي كيما هكذا البنات. البنات نحطوا شويه تاع البصل فوق هذاك ليسكالوب اشي. شوفوا هذه الطريقه فن مليحه، فرماج شلاضه طوماطيش، ومن بعد الخبيزه هذيك تاع ليسكالوب. ربع نتاع الجبن راح نحطوه هكذا، هذا هو البنات. راح نغلقوا، هذا هو البرغر نتاعنا. كانت وصفتنا النهار اليوم البنات، لي برغر بالليسكالوب اشي. ان شاء الله تكون عجبتكم وانكم تجربوها، يخرجوا ما شاء الله يخرجوا روعه. قبل ما تاكلوهم البنات سخنوهم مليح، راح يجي الخبز مقرمش، وهذاك لو فرماج كامل يذوب على هذاك الاسكالوب. تقدروا تستعملوا الخبز سكري ولا صالي كما تحبوا البنات، راح يجي بنين بالخبز مالح ولا الحلو. نحطوهم في السنيوه البنات، وندخلوهم للفرن يتقرمشوا لنا شويه
يتقرمش الخبز يجي. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم. لي برغر بلي غاليت تاع لي زيسكالوب اشي. نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفة اخرى. في ذوقوا بنا، بقاو على خير.